صدرين فراخ تقريبا كفايه، وهنحطهم على النار مع شويه زيت، وهنحط معاهم كمون وكزبره ناشفه ورشه زعتر وطبعا ملح وفلفل. بعدين عايزين نحط بقى الاضافات التانيه اللي هنحطها مع السلطه المكسيكي، وهي فاصوليا حمراء وذره وخس، وهنحط طماطم تشيري طماطم، وعايزين كمان افوكادو، وهنحط في الخلاط الصلصه بتاعت التتبيل بتاعت السلطه بتاعتنا اللي هي عباره عن افوكادو، تقريبا هنحط واحده نص واحده، وهنحط ليمون وملح وفلفل وزبادي وكزبره خضراء. اول حاجه بس عايزين نقطع الفراخ اللي عندنا. فدي عندنا صغيرة نحطها، ونحط معاها زبادي، وهنحط معاها ليمون ملح، وهنحط رشة فلفل صغيرة بس قليل علشان ما يسودليش السلطة بتاعتي الدريسنج اللي عندنا. هنحط الكزبرة الخضراء كمان. نتبل بقى الفراخ اللي عندنا برضو بشوية ملح وشوية فلفل وشوية كمون كزبرة خضراء ورشة صغيرة من الزعتر. هناخد بقى دلوقتي الخس اللي عندنا، عشان انا هخلي الخس ده موجود في كل الاطباق. نخلطهم مع بعض ونحطهم